راح أرويكم تقرير عن نجاسة الحوثيين وعن فكرهم وشعاراتهم. طب احنا عارفين مدعومين من الحرس الثوري يدشون المساجد وهي مساجد عبادة لله، يعطوا لك صور وشعارات لأن هدفهم سياسي، هدفهم سياسي السيطرة على اليمن من أجل محاولة زعزعة الأمن في المملكة العربية السعودية. وبإذن الله سنحتفل قريبا 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 بتحرير اليمن من رجس الحرس الثوري الإيراني. شوف التقرير. ها صورهم معلقة فيه، صورهم معلقة فيه وشعاراتهم الجوفة. ايش يقول امام وخطيب المسجد؟ انت امام وخطيب يا شيخ عبد القادر، وترى المسجد هذا ما يعمل فيه. والله يا اخواني هذا تقريبا خامس مسجد دخلناه منذ امس الى اليوم، وما رايناه افظع مما الان يتصور لديكم. شيء عظيم ان ترى بيوت الله عز وجل بهذا المنظر. الا تروها امامكم؟ انظروا الى الزبادي، انظروا الى القاه، انظروا الى هذا الشيء الذي لم يتصوره انسان في اي ديانه من الديانات. دمروا، انتهكوا بيوت الله عز وجل. فإلى أهلنا في جعبور، وإلى أهلنا في الحجوف، وإلى أهلنا في الهجر، تعالوا اسكنوا مساجدكم، ادخلوا مساجدكم. بعد 3 أعوام لم يقم فيها لا صلاة ولا خطبة، تعالوا إلى مناطقكم، ادخلوا آمنين، ادخلوا آمنين مطمئنين. ها هو الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من هنا من مسجد الهجر يحييكم ويعيد لكم حياة الاطمئنان وحياة العزة والكرامة. والله أكبر ولله الحمد.